بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة. إحنا اليوم هو المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة. ده اسم صفحتنا اللي بنستقبل عليها أسئلة حضراتكم، وها هي الصفحة أمام حضراتكم. إحنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وكمان بناخد أسئلة حضراتكم على الهواء، وقدر الطاقة بنحاول نجاوب عنها في ذات الحلقة. ويوم الأربع هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بتأتي على صفحتنا، وكمان بنعرض فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة. نبتدي النهاردة مع أول سؤال معانا. من هو قاطع الرحم الذي لا يستجاب دعائه؟ هو الحقيقة جاء التوجيه في نصوص الشرع الشريف بضرورة الحرص على صلة الأرحام، على الحقيقة جت على وجه العموم، وجاء التوجيه بيها في القرآن الكريم كما في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كمان جه التحذير الشرعي الشديد من عملية قطيعة الرحم، والشرع جعله من الأمور المحرمة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني شوف، تقطعوا دي اللي جاية، حتى الصوت القرآني بيعبر عن مسألة إصرار في قطيعة الرحم. الله يقول: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اللي بيسعى إلى تقطيع صلات الأرحام يسير في دنياه على غير هدى. ده أعمى البصر والبصيرة، خلاص بقى ما وماشي على هواه، فلان أحسن إليه يحسن، فلان أساء يسيء، بل ويزداد في الإساءة ويصر على القطيع ويخالف الأمر الإلهي. لذلك جاء هذا التحذير الشديد اللهجة في القرآن الكريم من قطع صلاة الأرحام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم، هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. ورد كمان في الصحيحين عن جبير بن مطعم إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لا يدخل الجنة قاطع، لأنه مصمم، وهو يعلم ان في تحذير شديد في امر بصله الرحم، وفي تحذير بالاصرار على ذلك ومخالفه الامر الالهي وانكار هذا الامر. والحقيقه انه لا يدخل الجنه قاطع، يعني الحديث ده بيديك معنى، زي ما وضح شراح الحديث ان المراد هنا هو في عدم دخوله الجنة، أو عدم دخول الجنة للشخص ده اللي استحل القطيعة وأنكر صلة الرحم، أو إن المراد إنه مش هيدخل الجنة قبل ما يحاسب ويعاقب على قطيعته تلك. والحقيقة إنه فصل وبين العلماء حكم صلة الرحم، وقالوا إن صلة الرحم الواجبة بتكون في الرحم اللي هو إيه، المحرم فقط. فإذا اللي ربنا حرم إن أنت تقطع هذه الصلات، وحرم على الإنسان إنه يقطع هذه الصلات،
اللي ممكن يقطعها الإنسان في الحالة دي هيكون آثم، وهذه تكون كما ذكرنا أو كما تعلمنا وقلنا قبل كده في حلقات أخرى إنها بتكون اللي هي في الآباء، الأمهات، الأجداد، الجدات، الأعمام، العمات، الأخوال والخالات، الأخوة والأخوات، الأولاد بقى ذكورا وإناثا. هؤلاء تجب صلتهم وتحرم قطيعته، يجب أن أنا أوصله، ويبقى حرام علي أن أقع في القطيع. طب أما الرحم غير المحرم، يعني هنقول ده فمن من السنة، من المستحب صلته. أما بخصوص عدم إجابة دعوة قاطع الرحم، الحقيقة أنا لم أقف على شيء سوى أثر رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في شعب الإيمان، إن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه كان جالسا بعد الصبح، بعد صلاة الصبح، في حلقة، قاعد في حلقة علم يعني، فطالب سيدنا ابن مسعود، طالب وهو كده في هذه الحلقة، قاعد كده في المجلس ده وحواليه ناس، حواليه طلابه، فبيقول طالب كل قاطع رحم إن هو يقوم من عنده، كل واحد منكم اللي قاعد هنا قاطع رحم ويقوم. ليه؟ لأنه كان يريد أن يدعو، وقال إن أبواب السماء مرتجة دون قاطع الرحم، يعني أبواب السماء دي هتكون مغلقة قدام اللي قاطع رحم. وكلام سيدنا عبد الله بن مسعود قد يكون يعني من باب اجتهاده هو الشخصي، يعني اجتهاد من سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه عشان يبين فضاعة هذه الفعلة بقطيعة الصلات التي أوجب الله تعالى وصلها، وإن هو بيقطع ما أمر الله تعالى به أن يوصل. نسأل الله السلامة. السؤال الثاني اللي معانا، هل النذر يورث؟ النذر عبادة في يعني، وهو موجود في الشرع. معناه في الشرع النذر إنه هو إلزام المكلف نفسه وباختياره هو شيء لله تعالى، من غير ما يكون الشيء ده لازم عليه في الأصل. يعني هو بيلزم نفسه بقربة بعبادة ولله تعالى. إن عبادة النذر في العموم هي مشروعة في الجملة، لقول الله تعالى في شأن الأبرار وصفات الأبرار، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. اللي أنت أوجبت على نفسك قربة معينة وعبادة معينة أعملها، ولازم تكون في طاعة، يوفي الإنسان بهذا النذر. طيب بالنسبة بخصوص السؤال اللي احنا في رحابه، يعني إذا نذر الإنسان شيء وبعدين مات قبل إن هو ما يوفي بالنذر ده، هل بيقول النذر ده لورثته وبيقتطع من تركته للوفاء بالنذر؟ نأكد على إنه إن النذر لا يخلو من إنه يكون الإنسان ده نذر بمال، يطلع قدر من المال، أو بعبادة تقبل يعني النيابة عنه. في كلتا الحالتين بيستحب استحبابا أكيدا الوفاء به من تركته، يعني قبل ما نقسم نطلع هذا الحق الذي عليه اللي ألزم به نفسه تبرئة لذمة المتوفى. لكن لا يجب في تركته إلا إذا أوصى فيخرج من تلت التركة. ليه؟ هذا هو ما عليه الفتوى، اختيارهم الفقهي مع من رأى من الفقهاء إنه لازم يوصي عشان يجب إنه يخرج من التركة. لكن برضو هناك من المذاهب من لا يشترط الإيصاء، أنا النهاردة أوجبت على نفسي نذر ومت فيجي الورثة اللي بقى أنا ما وصيتش. هناك من المذاهب من لا يشترط الإيصاء ويوجب على الورثة إن هم يطلعوا النذر اللي على المتوفى، زي مين؟ زي الشافعية في الجديد والحنابلة في المعتمد، فهم يرون وجوب الوفاء بنذره. عشان كده احنا بندعو الأولياء
أن يعني يقومون بالوفاء بجميع ديون المتوفى من تركته ما أمكن، سواء ما تعلق منها بقى بحقوق العباد زي ديون عليه للخلق أو حقوق لله تعالى أشبه بهذا الأمر، وهو وجود النذر الذي أوجبه على نفسه ولم يستطع، أو وافته المنية قبل أن يقوم بالوفاء به. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل المشاهدين الكرام. معنا السؤال الثالث النهاردة اللي جه على صفحتنا. سائل بيقول: كنت أصلي يوم الجمعة الماضي، وكان الشيخ معترض على قراءة القرآن الكريم قبل صلاة الجمعة وقبل صلاة الفجر، وبيقول إن دي بدعة وإنهم بياخدوا عليها أجرة، وبدأ يلوح بدون ذكر أسماء يعني على بعض من كبار القراء في مصر. الحقيقة إنه يا أخي الفاضل، هو تقرر شرعا، وبرضه هو دل عليه الفتوى في الديار المصرية منذ زمن، إن قراءة القرآن الكريم قبل صلاة الفجر وكمان قبل صلاة الجمعة أمر مشروع في الجملة في العموم، يعني على أساس عموم الأدلة الشرعية التي جاءت في الحث على قراءة كتاب الله، وكمان جاءت في الحث على الاستماع إلى القرآن والإنصات إليه مطلقا من غير تقييد، يعني كما جاء ذلك في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والحقيقة برضو إنه لم يأتي في الشرع شيء يأيد قراءة القرآن قبل صلاة الفجر أو قبل أذان الجمعة، يعني ما فيش حاجة جت تأيد على الناس تقول لهم ما تقروش قبل صلاة الفجر ولا قبل صلاة، ما فيش، لم يأتي ما يقيد هذا الأمر وهو قراءة القرآن الكريم. كمان اجتماع الناس لقراءة القرآن الكريم يعني وسماع القرآن الكريم أمر مشروع بعموم الأدلة اللي جاءت برضو في الحث على الاجتماع على الذكر والقرآن، زي ما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. كمان لم يأتي ما يمنع الاجتماع للقراءة والاستماع في هذين الوقتين اللي هو يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة أو قبل الفجر، لم يأتي ما يمنع ذلك.
وإحنا عندنا من الأمور المستقرة والمعلومة في علم أصول الفقه إن الأمر المطلق يبقى على عمومه، فيشمل عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال، ولا يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا بدليل واضح، وإلا اللي بقى بيلبس على الناس الأمر كده هنعتبره ممن يضيق ما وسعه الشرع مبتدعا في الدين. والقاعدة اللي دايما بنذكر بيها من وقت للتاني ونأكد عليها كل حين، إنه ليس كل ما لم يكن موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بيعد فعله من الابتداع في الدين، لأن الممنوع في الشرع هو إنك تحدث شيء في الدين مش من الدين، ولكن الإحداث في الدين بما هو من الدين بما هو منه مش بدعة. والربط الحقيقة بين عبادتين وهما صلاة الفجر أو الجمعة وقراءة القرآن الكريم أو الاستماع والاجتماع هو من الدين بلا شك، وبيأيد ده يعني كتير من الأدلة الشرعية على ذلك، كفعل الصحابي الكريم لما يعني كان بيصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ولما رفع من الركوع فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النبي لم يعلمه هذه الصيغة عليه الصلاة والسلام، لكن النبي أول ما خلص صلاة التفت وقال من القائل، وبعد كده النبي بشره أنه رأى يعني 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بشره كمان أنه ما فتح عليه ده من هذا الذكر اللي هو ربنا أكرمه به ما تعلموش من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الملائكة بيتسابقوا مين اللي يكتب ما فتح به على هذا الرجل، والأدلة على ذلك كثير. بالنسبة لمسألة أنه أخذ الأجر على قراءة القراء لكتاب الله تعالى في المناسبات المختلفة، فهو من الأمور المشروعة اللي جرت عليها عادة المسلمين من غير نكير، وعلى ذلك جرت العادة في أهل مصر عشان هو بيستنكر عليهم. طيب بيستدل لذلك بما ورد في الصحيح عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، إن في نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم مروا كده، كانوا معديين بمكان فيه ماء، وهم كانوا في سفر، والناس دولت اللي عندهم المية دي كان فيهم لديغ، راجل مقروس كده من عقرب أو من ثعبان، فعرض لهم رجل من أهل الماء اللي هم اللي عندهم الماء ده وهم في رحلتهم، فقال هل فيكم من راق، حد منكم يرقي، إن في الماء رجلا لديغا. فانطلق رجل من المجموعة دول من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، يعني أنه حيرقي مقابل الشاء، أي في مقابلة أخذها على سبيل الأجر، وبرئ ذلك اللديغ، فجاء بالشاء إلى أصحابه. فلما دخل على أصحابه بهذه الشاء كرهوا ده، وقالوا له أنت أخذت على كتاب الله أجرا، ومرضوش ان هم يعني يقبلوا هذا الامر، حتى ان هم قدموا الى المدينه وقالوا لسيدنا رسول الله يا رسول الله اخذ على كتاب الله اجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. والحديث ده رواه الامام البخاري. وبناء على كده فان قراءه القران قبل صلاه الفجر او قبل خطبه الجمعة واجتماع الناس على إن هم يسمعوا القرآن الكريم من القارئ، سواء ده كان بحضول القارئ نفسه للقرآن الكريم أو إحنا بنسمع القرآن ده عبر المذياع، أمر مشروع حسن يجمع الناس على كتاب الله تعالى، وبيهيئهم كمان لأداء الشعائر. وما فيش حرج شرعا في أخذ الأجر على قراءة القرآن الكريم زي ما سبق بيانه. وفي النهاية هقول لو سكت الجهلاء لارتفع الخلاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هسيب حضراتكم مع فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة.
كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلاً على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال إنه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. أهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي كتابنا كتاب قلوب عامرة. ما زلنا في تصحيح سورة النبأ، نجهز المصاحف عشان نستكمل تصحيح قراءة الآيات المباركات. يلا يا شباب. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم إنما كانت مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا. للطاغين مآبا. للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا. جزاء وفاقا. جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. 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 وكذبوا بآياتنا كذابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء أحصيناه. أنا عايزة بس الهمزة المفتوحة. أنا عندي في اللغة الفتحة والضمة والكسرة بيبقوا قدامي على الأحرف. لو أنا معايا همزة مفتوحة بقول أزعل بجد، أزعل. بفتح الاسم اسمها إيه؟ الفتحة. تفتح بقك يمين وشمال. الفتحة اللي على الهمزة عايزة اسمع افتح بقك كويس. يبقى ما بقولش دي خالص، ماليش علاقة بيها. يلا. وكل شيء أحصيناه كتابا.
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الآيات هنا بتتكلم عن جهنم والصعاب اللي أهلها حيواجهوها. إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا، ده المكان اللي حيقولوا إليه لابثين فيها أحقابا، ما تعدش الوقت اللي حيعودوه فيها. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ما فيش أي نوع من النعيم، لا ماء بارد يشربوه ولا أي نوع من المشروبات يشربوها إلا حميما وغساقا. يشربوا بقى الموجود في نار جهنم. الآيات شديدة، بتصور مواقف شديدة جزاء وخفاقة. طب العذاب ده ليه؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لأنهم كانوا بيكذبوا أصلا بإيه؟ بيوم الدين، بيوم القيامة. ويوم القيامة ده يوم الجزاء، يوم الحساب، اللي ربنا سبحانه وتعالى يجازي من أحسن على إحسانه فيه، ويعاقب من أساء في دنياه في هذا اليوم الرهيب الشديد. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه ينجينا وإنه يجعلنا من أهل السلامة ومن أهل الإيمان ومن أهل الإسلام. الإنسان لازم يستشعر النعم. يبقى أنا وأنا بقرأ القرآن أبقى فاهم المعنى وصوره بنبر الصوت عشان أنا نفسي أتذوق المعاني اللي أنا أقرأها. إن شاء الله الحلقة المقبلة هتصححه، هسمع من كل واحد منكم تصحيح الآيات، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى داعين راجين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. سائل كريم بيقول هو عدم المبيد بمنى لرمي الجمرات والاكتفاء بالمرور عليها عند الرمي بسبب سوء المكان وازدحامه لدرجة تعرض حياة الحاج للخطر، ده بيبطل به حجته أو إنه بيخليه أو بيلزم عليه الدم؟ هو اتفق الفقهاء أخي السائل على مشروعية المبيد بمنى، لكن الفقهاء اختلفوا في حكمه. يعني هل حكمه أو هو مشروع على جهة الوجوب أنه يجب أنك تبات؟ اختلفوا في ده، واللي شاف أنه يجب فبيلزم من تخلف عنه دم، أو أنه على المبيد في منى الرأي الثاني قال لك ده اعتبر أنه المبيد فيها سنة فبالتالي لا يلزمه شيء. لأنه ذهب المالكية في مذهبهم والشافعية في معتمدهم وكمان الإمام أحمد في إحدى روايتين إلى أنه المبيت بمنى واجب وأن تركه يوجب دما. يبقى الفريق ده شايف أنه المبيت في منى يجب. طيب شيء واجب وأنا ما عملتوش يبقى لابد أن يجبر بالدم على من رأى وجوبه. بينما ذهب الحنفية وبعض فقهاء المالكية والإمام الشافعي في أحد القولين والإمام أحمد في رواية تانية إلى أنه ترك المبيد بمنى، شايفين أن ترك المبيد بمنى لا يوجب الدم استقلالا. ليه؟
لأن هم شايفين أن المبيت بمنى إنما هو في أصل تشريعه، يعني هو شرع لأجل انتظار نسك الرمي. لذلك عده السادة الحنفية، عدوا المبيت في منى سنة لا واجب. وبيستدل على أصل الرخصة دي في ترك المبيت في منى ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عن استأذن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه يبيت بمكة، إنه يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو استأذن إنه مش حيبات في منى وحيبات في مكة لأجل السقاية. معنى السقاية إنه كان بيقوم أو عليه من واجباته إنه هو بيقوم بسقاية الحجيج، لأنهم كانوا يستسقون الماء من زمزم. فده هيحتاج من العباس إنه يترك المبيت بمنى ويقعد فين؟ ويقعد في مكة عشان يجيب مية زمزم ويقدر يسقي الحجاج. وبناء على ذلك فإن المبيت بمنى مشروع في حال السعة وتوفر المكان المخصص لمبيت الحجاج إذا ناسب ذلك حال الحاج وقدرته واستطاعته. وإن ترك الحاج المبيت بمنى لعذر راجع مثلا ممكن يكون بسبب ان مريض او مرض مشقه، بسبب يعني عذر المرض او عذر المشقه، رخص له بتركه بلا فديه وما فيش حرج عليه. اما اذا عجز عن المبيت بها لعذر راجع الى محل التكليف، يعني مثلا اعلنت السلطات هناك او الجهات التنظيميه الرسميه هناك في وقت ما يعني انه شغل الحجاج كل اماكن المبيت بمنى وما بقاش في وجود مكان بيها يمكن لغيرهم المبيت فيه، هيعمل تكدس جامد جدا، واحنا المفترض ان احنا نلتزم بالقوانين المنظمه اللي بتحفظ سلامه الحجاج عشان ما تكترش الاعداد زياده وتؤدي الى مشاكل. في الحاله دي التكليف بالمبيت في منى بيسقط في حقه ولا يكون مخاطبا به. إذ التكليف بالشيء زي ما هي المعلوم ومعروف، التكليف بالشيء معلق على استطاعة القيام به. طيب اللي ترك المبيت بمنى، على من ترك المبيت بمنى إنه يقدر يقلد أو ياخد برأي من رأى إن الكون المبيت بمنى سنة وليس واجبا، يقدر ياخد بالرأي ده. لأن أصل المسألة خلافية بين الفقهاء، المبيت بمنى أمر مشروع لكن حكمه فيه خلاف بين السادة الفقهاء، منهم من رأى وجوبه ومنهم من رأى أنه سنة. طيب أنا أقدر أختار أي رأي من دول؟ نعم أقدر أختار، لأنه المقرر في أصول الفقه إنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فيقلد من أجاز. يعني ابتلي إيه بشيء؟ يعني كان أصابه، يعني إن هو مثلا وجد إن في مشقة في المبيت بمنى، مرض ذلك الحاج فلم يستطع المبيت بمنى، فقلد مثلا رأي السادة الأحناف اللي قالوا إنه الأمر مبناه على السنة، لأنه أصل التشريع بالمبيت هو الاستعداد بالرمي. هم شافوا إنه المروح لمنى ليه؟ للرمي، لذلك رأوا أنه حققت الرمي هو ده الأساس، فشافوا أن المبيت هناك سنة. طب أنا ابتليت بحاجة من دي، يعني مش هقدر لأي عذر أو شيء أصابني أو أقلد في هذا الحال من أجس أن أنا ما بتشي، وحتكون العبادة صحيحة ونسأل الله دوام القبول. سؤال من أخت كريمة بتقول إن هي على المعاش وكانت بتعمل بالتربية والتعليم ونقابة المعلمين، بتعمل رحلات عمرة بالتقسيط للمعلمين، فطلعت معاهم بس ما ينفعش يخصم القسط من المعاش، ولكن بيتم الخصم من مرتب زميلة بالخدمة وأنا بديها القسط كل شهر، هل عمرتي كده هتكون صحيحة ولا إيه؟ أنا دايما أأكد على حضراتكم عشان يرتاح القلب، وبنأكد على ما هو مستقر في الفتوى من كون معاملات التقسيط جائزة،
ما دام موضوع المعاملة جائز، أنا بقسط في سلعة أو خدمة أساسها حلال، أساس الخدمة والسلعة حلال، موضوع التقسيط حلال، التقسيط نفسه يصبح حلالا، يبقى أنا التقسيط أمر مشروع وجائز طالما موضوع القسط ده اللي أنا عايزة أقسطه ده أمره مشروع وجائز. ليه؟ لأن ده من أنواع المرابحة، والمرابحة دي جائزة في الشرع الشريف وما فيش حرج فيها. والتعامل بالتقسيط بيشمل إيه؟ بيشمل السلع اللي إحنا بنشتريها، وبيشمل كمان الخدمات اللي إحنا بنحتاجها. وبلا شك إن تسهيل القيام بعمرة بالتقسيط هو من باب تقسيط الخدمات، وده جائز شرع ما فيهوش حرج، وإذا وقعت العمرة بأركانها وشروطها فهي صحيحة شرعا إن شاء الله تعالى، وعلى الله القبول، نسأله دوام القبول سبحانه وتعالى. لكن أنا بس حابة أنبه من باب التذكرة بالعلم إنه المختار للفتوى إن العمرة سنة مؤكدة مرة في العمر للقادر عليها المستطيع لها. طبعا العلماء منهم من رأى وجوبها مرة في العمر، ومنهم من رأى أنها سنة. الاختيار الفقهي في الديار المصرية بأنها سنة وبالشروط اللي قلناها، فإذا لم يتحقق هي سنة للقادر عليها المستطيع أنه يقدر يقوم بها. يعني إذا لم يتحقق المكلف ده بالاستطاعة ما قدرش فلا تجب عليه، ولا يلزمه أنه هو يقترض أو أنه يقسط من أجل أنه يقوم بها. بنقول ده من باب أو حتى لا يوقع الإنسان نفسه في حرج أو مشقة، وربنا ييسر للجميع كل ما يريدون وفوق ما يريدون بتيسير الحي القيوم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك نصرا عزيزا، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك فتحا مبينا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، نسألك عزا عظيما، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشف، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشف، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.